اليوم كنتواجدوا بالمسبح الوطني ديال مدينه القنيطره من اجل المشاركه في المرحله الرابعه البطوله الوطنيه للغوص والرياضه التحتمائيه. كنشكر اعضاء النادي ديال المكتب ديال نادي القنيطره للرياضات المائيه على المجهودات ديالهم الجباره اللي قاموا بها. فهاد الرياضه فهي جديده العهد في المغرب وفي مدينه القنيطره. الفيدراسيون ديال الجامعه الملكيه للغوص تاسست في عام 2015، وكنحيو متهم على المجهودات ديالهم باش يشهروا هذه الرياضه هذه اللي كنتمنى من الناس انهم يمارسوها، لانها كتبعد الشباب من المخدرات ومن بزاف ديال الافات. وكنتمنى من الناس ديال القنيطره لي بارون يجيبوا الوليدات ديالهم يتعلموا هذه الرياضه هذه وينميو هذه الرياضه في مدينه القنيطره وفي المغرب بصفه عامه. كما كنتمنى من المسؤولين ديال مدينه القنيطره انهم يساعدونا باش نزيدوا القدام في هذه الرياضه هذه. الحمد لله راه وفروا لنا مسابح، كنتمنوا ان شاء الله بانه نواكبوا تحنا هذا السير ونمشيو ان شاء الله فين كنتمناو. وبالنسبه لي جو مي بريزونت تو دافور، وهو جو سوي لو ديريكتور تكنيك ناسيونال ديال لا فيدراسيون رويال ماروكان دو بلونجي اكتيفيست اكواتيك، اللي هي دابا تتحتفل سميتها بالانيفيرسير ديال الكاتريام انيفيرسير باش. والحمد لله حنا بالنسبه لحنا بصدد هذه البطوله الرابعه، اللي هي عندنا اربعه ديال البطولات في المغرب، بطولات المغرب بالسباحه بالزعانف ورياضه الغوص بالمسابح. هذا سميتها بدينا الاولى كانت في سميتها في المواد مارس، كان درناها في تشيره من بعد مراكش معهد الجديده، واليوم مع الاخوان ديال كاك سوب اكواتيك احنا الحمد لله دابا وفروا لنا جميع سميتها المسائل، وكانوا يعني احسن تنظيم للبطوله الرابعه اللي هي تتختم البطولات المغرب، ومنها تيكون انتقاء سيتادير لا سيليكسيون ديال الابطال اللي هما غادي يمشوا للفينال، والفينال ان شاء الله غادي تكون في شهر سبتمبر. وكذلك من هنايا غادي نديروا سيليكسيون ديال الناشئه، اللي عندنا الشامبيون المونديال يعني البطوله العالميه للسباحه بالزعانف في شرم الشيخ هذا العام، اللي غادي تكون سميتها ان شاء الله، وغادي نشاركوا بهاد الابطال وبهاد النتائج اللي هي تحققت اليوم، وهي كلها في واحد المستوى اللي ولا واحد المستوى عالي. اليوم نظمت الجامعه الدوره الرابعه من البطوله الوطنيه للسباحه بالزعانف والغوص الرياضي بالمسابح. هذه المحطه الرابعه بطبيعه الحال تيتم التنظيم ديالها في مدينه عريقه في الميدان الرياضي، وخاصه في الرياضات التحتمائيه، سواء تعلق الامر بالرياضات التي تتزاول في المسابح او كذلك في المياه المفتوحه. هناك ابطال مهمين، وهنا تنبغي نشيد بالمجهودات التي قم بها النادي القنيطري للرياضه التحتمائيه على اصها السيد الرئيس سي مصطفى قاسمي، وكذا جميع اعضاء المكتب المديري اللي تيبذلوا مجهود كبير. كذلك تم عقد بالموازاه عده اجتماعات لتطبيق قانون الرياضه 3009، كما ينص على ذلك القانون والتوصيات ديال السيد وزير الشباب والرياضه مشكور في هذا الباب هذا، حتى نتمكنوا كجامعه باش جميع الانديه المنخرطه داخل الجامعه تطبق القانون 3009. فالسيد الرئيس ابدى الاستعداد ديالو باش يطبق القانون، بل بدا في يعني في التغيير ديال القانون الاساسي عبر المرور عبر جمع عام غير عادي من اجل المصادقه على القانون الاساسي الجديد للجمعيه والانظمه العامه المطابقه للقانون الرياضي 3009. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم عبد الصمد اكوتي، نائب الكاتب العام، عضو بالمكتب ديال نادي القنيطره للرياضات التحتمائيه. احنا هنايا باش نشاركوا في الكاتريام ايطاب ديال البطوله الوطنيه للغوص والانشطه التحتمائيه اللي منظمها الجامعه الملكيه للغوص. كما تعرفوا النادي القنيطري ديال الرياضات التحتمائيه تاسس حديث العهد هو في 2015 2016، وهذه الفرصه هذه تحت لنا باش نعرفوا بهذا النادي ونعرفوا بشويه بهذه الرياضه هذه اللي هي اون كيلكو سورت مهمشه في مدينه القنيطره. اول حاجه هذه فرصه ليا باش نشكر الاعضاء ديال النادي
والرئيس ديال النادي اللي تيقوموا بمجهودات جباره باش يشجعوا الساكنه ديال القنيطره على هذه الرياضه هذه اللي تتبقى غير معروفه. وبطبيعه الحال عندنا معيقات كثيره اللي ما خلاتناش اننا نزيدوا القدام في هذه الرياضه هذه. كما تعرفوا عندنا مسبح واحد في مدينه القنيطره اللي هو حاليا اوبيراسيونيل اللي هو كاين اللي حنا متواجدين فيه دابا. بطبيعه الحال كاين دو بروجي ديال دو بيسين اخرين، ما كرهناش ان النادي يتمكن انه ياخذ السوايع ديالو تمايا. كما تعرفوا حنا عندنا الساعات متاخره، عندنا 10 د الليل 11 د الليل، يعني حتى لا باز ديال الدراري الصغار اللي غادي نرتكزوا عليها باش نشاركوا بها ان شاء الله في المسابقات الجايه تتكون عندنا صعيبه، يعني ان الاطفال ما يمكنش لهم يجيو يعوموا من 10 ل 11. بعض المعيقات الاخرى اللي هي الماتيريال ديال لابلونجي، كما تعرفوا الماتيريال ديال لابلونجي هو مكلف للغايه، ان بوغ ان سول بلونجور كنا وصلوا حتى ل 10000 درهم الماتيريال ديال ان سول بلونجور. وكما تعرفوا باش تكون عندك واحد باش تكون زعما كتشارك في مسابقات على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، راه خاص تكون عندك الماتيريال مزيان، يكون عندك الماتيريال اللي هو صراحه راه مكلف. الصراحه هادو هما جوج معيقات اللي كبار تنعانيو منهم حنايا. كنشكروا الحضور الجميع اللي جا لهذ المسابقه اللي هي كتعتبر المرحله الرابعه من بطوله المغرب للغوص والرياضه التحتمائيه. كنشكروا الحضور، وهذه المسابقه الاولى اللي تقامت وحنا كمكتب جديد ديال الجمعيه. كما قلت كنشكروا الجميع، وكنبغيو نشيروا الساكنه ديال القنيطره وديال مدينه القنيطره بان هذه رياضه جديده ورياضه زوينه بزاف، وكنطمحوا باش نوسعوا القاعده ديالها. لهذا عندنا بعض الاكراهات اللي منها قله المسابح، ولهذا كنطلبوا من السلطات ومن الناس المسؤولين ومن وزاره الشباب والرياضه باش في المستقبل ان شاء الله القريب توفر لنا ساعات حتى نقدروا نوجدوا واحد الفئه جديده وفئه صغيره، لا سيما ان مدينه القنيطره كتعرف واحد القاعده كبيره اللي متعطشه لهذه الرياضه واللي عندها علاقه كبيره مع البحر. كنحثوا الناس على باش يجيبوا الوليدات ديالهم يشاركوا ويعرفوا هذه الرياضه، يعرفوا لي تكنيك ديالها ويعرفوا سميتو رياضه جميله. وكنرحبوا بالجميع ان شاء الله. كنتمي لجمعيه كاك قنيطره للرياضات التحمائيه. كنشكر جميع اعضاء النادي اللي سهروا على اننا نمارسوا هذه الرياضه في اجواء مشرفه. كانت المشاركه ديالنا في مدينه مراكش كانت مشاركه مشرفه، حزنا فيها على المراتب المتقدمه. المشاركه ديالنا الاخرى اللي كانت في مدينه جديده، ودابا ان شاء الله حنا في مدينه القنيطره في الكاتريام ايطاب، وان شاء الله كنتمنوا اننا نشاركوا في الشامبيونه د ماروك. وكنشكر الجامعه اللي كتنظم هذه المبادره، جامعه الرياضه المائيه للغوص. ومن هذا المنبر كنبغي نوجه رساله للسلطات والناس ديال المجلس البلدي باش يعاونونا في الماتيريال، سيرتو ان احنا فريمون احنا كدي بلونجور كنعانيو من الماتيريال ديال لابلونجي، يعني لي بوتي دوكسيجين. هذا الماتيريال فريمون سي تري شير، يعني ما الثمن ديالو باهت جدا بالنسبه للواحد اللي غادي يمارس. وكنشكروا الجميع الاخوان اللي كيساندونا في الساعه هذه من الجمعيه، وشكرا. برافو. النادي القنيطري الرياضات المائيه والغوص، ومدرب حكم الجامعه الملك المغربي للغوص والرياضات المائيه. اولا كنشكروا الجميع على المبادره الطيبه، وعلى نتمنوا ان شاء الله تكون مبادره اخرى وتكون مباريات اخرى. مدى بينا ان شاء الله رياضه الغوص والرياضه تحت المائيه تكون متطوره في البلاد ان شاء الله، وكنتمناو تكون بنيه تحتيه كثيره في هذه المدينه هذه وجهات الغرب والمغرب عامه، باش نطوروا بهذه الرياضه ان شاء الله ونزيدوا الامام ان شاء الله للشبيبه ديالنا والشباب ديالنا ان شاء الله. شكرا لكم.